أي حماتك. أهلين بست الستات كلهم. وينك ماما؟ أنا مسافر على أحلى شهر عسل مع أحلى عروس. رزان معك؟ لا لا، مين هاي رزان؟ أنا تجوزت وحدة تليق بمقامك ومقامنا. جود؟ أنت رزان تجوزت؟ لا أمي، رزان ما بتليق بمقامنا. شو رأيك تحكي مع عروستي الجديدة؟ سكرت. رد يا جلال الكلب، رد رد. حبيبي على الدنيا إذا غبت وحشة، فيا قمرا قل لي متى أنت طالع. مين مزعلك رزي؟ سالم بدي اياك تجي هلأ عشا. تعي معي حبيبتي. جود إذا ما بتعتذر قابرتك بأرضك. هدول إلك، أنا ما عبش حد. هنجد طلعة حلوة؟ لخي والله شو عم بمزح معي. أنت إيش بتشوفني؟ يعني مين رزان بالنسبة لإلك؟ أنت بالنسبة لي البنت اللي حبيتها واللي راح ضل حبها لآخر نفس بصدري. شوفي رزان، جاي وجهت لك مفاجأة، بدي أحكي معك ومع أهلك كلمة. وينو نحن؟ لك رزي يا رزي، لك بكرة كتب كتابنا ورح نتجوز عن قريب. إيه ما هو بكرة، بعد بكرة قال لك أول يوم بالسنة. إيش رأيك ببرمة صغيرة؟ قصدك برمي بشوارع حلب؟ ايه لك ابوس روحك قباسك. تعالي اشوف. تعالي يا عمري. قوم يا عمري قوم. والله انا ماني قد حشوه الكبايه. لا بتعرفي رزان انا جنبك اليوم. عن جد؟ يعني رح تبرك جنبي؟ السلي جود بحبك كثير. شلونك قباسه؟ جود شو حبيبتي؟ تتجوزني؟ ايه مدام، العمر إليك، تميت العمل.